مع حضراتكم الأستاذ سجيع كركماز. أستاذ سجيع، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، حضرتك في حلب؟ لا أنا في العباسية. أهلا بحضرتك. طيب، ما الذي يحدث في حلب وكيف يتم تفعيل الهدنة أو التهدئة في هذه الأجواء اللي أفرزت بالفعل قتل مدنيين وأطفال؟ ببساطة نعم. الذي يحدث في حلب فهو أن هناك معارضة تحاول أن تسمي نفسها معارضة معتدلة، لكنها تتصرف بطريقة أسوأ مما يتصرف به داعش وجبهة النصرة، نعم. لذلك لابد من تأديب هذه المعارضة. يعني طيب، يعني ما هو برضو هناك مباحثات، انه الفكرة كلها ان احنا عايزين يكون في مواجهة مع هذه المعارضة ولكن لا يكون هناك استهداف لمدنيين، يعني هي دي المشكلة الحقيقة اللي يمكن دلوقتي بتواجه الامر في حلب. هو الفكرة وين؟ الفكرة انه العالم يبدو بيحاول يظهر بانه الجيش السوري انه عم بيحاول يضرب المدنيين. هو لا يضرب المدنيين، هو يضرب جبهة ما النصر. يسمى بالمعارضة التي لم تلتزم بوقف اطلاق النار، لذلك واعتدت عليه في اكثر من مكان، لذلك هو مضطر ان يضرب هذه المعارضة، لكنهم يحاولون ان يظهروا هذا الضرب بانه ضرب المدنيين. نعم. المناطق التي يضربها الجيش السوري لا يوجد مدنيين إلا قلائل جدا. احنا عرضنا الحقيقة من الميادين ومن قنوات سورية، ومن الواضح يعني ان هو في اعداد من المدنيين، هو في مبالغة في بعض القنوات الاخرى، ولكن الحقيقة يعني بنأمل انه يكون هناك توافق على انه، لانه الحلب خارج اطار الهدنة والتهدئة، فالمباحثات دلوقتي حتى اللي بتتم يعني، او اللي اعلن كيري ان هو رايح موسكو علشان هذه المحادثات، لان في النهاية يعني بنتمنى ان يكون يعني لا يكون هناك مزيد من اسالة الدماء من الابرياء، وانه حتى لو المعارضة او يعني انه بالفعل المعارضة وجبهة النصرة وهم لا يختلفوا شيء عن داعش هي من تقوم بهذه الاعمال، فيجب ان يكون هناك ردع لهم ولكن مع الحفاظ على ارواح المدنيين. ما هي المشكلة أن الرادع لهم كما يجب أن يكون هو الدول الراعية لهم، هي تركيا وقطر والسعودية بزعامة أمريكا، نعم. لكن تركيا وقطر والسعودية بزعامة أمريكا هي من أوعزت لهم أن يتركوا المفاوضات في جنيف وأن يلجأوا للقتال ثانية، صحيح. وهذا كان واضح عندما طالبت روسيا وبشكل واضح جدا قالت لأمريكا حددي لي من هم المعارضون الأخيار إلى نضربهم أو نتفاوض معهم، لكن أمريكا وأدواتها قطر والسعودية والكويت وآسف وتركيا لم يحددوا هؤلاء، إذا هم مثلهم مثل أي معارضة سيئة أو معارضة سلبية وليس معارضة خيرة. ومن هنا جاء وكان وخلال هذه الفترة، يعني إذا العالم كله يبدو لا يشاهد القصف العنيف على الأحياء السكنية التابعة لما يسموه النظام، التابعة لما يسموه النظام، لكنهم يشاهدون عندما تقطف أي قطعة عسكرية من المعارضة ويموت واحد من المدنيين فيقولوا أن الجيش السوري يضرب المدنيين، بينما المدنيون الذين هم برعاية سوريا برعاية النظام الشرعي السوري لا أحد يراهم كيف يموتون، هنا المشكلة الكبيرة. نأمل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنتابع مع حضرتك أيضا وهنتابع الأحداث اللي بتحدث على الأرض، أملا في أنه يكون هناك استجابة فعلا وتهدئة وتوقف لتمديد الأسلحة عن طريق زي ما حضرتك ذكرت تركيا وقطر والسعودية.